بركته نتوكل منه دائما وابدا طلب سداد والتوفيق والنجاح. نرحب بحضراتكم ونجدد ترحيب بكم من جديد من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوهبة في أبو ظبي من أركان وأقطاب هذا الميدان العريق هنا عبر كاميراتي وقنواتي ياس التي هي دائما لكل الناس أيها المستمعون عبر الأثير اف ام. أرحب بحضراتكم كذلك مع انطلاقة هذا الشوط واندفاعة الشوط الثامن عشر الذي يحمل في طياته الابكار الجذاع المهجنات الاصايل الستة كيلومترات بانتظار الاسماء المشاركة والمندفعة مقدمة الشوط. أتابع الشاهينية على الصدارة بشعار وردائي هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري على المقدمة بينما ثانيا أتابع ثاني التحديات في هذه اللحظات الانطلاق هنا من الشاهينية شعار هجن الرئاسة كذلك هنالك المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بينما ثالثا أتابع حملولة على المركز الثالث شعار هجن الرئاسة الظافر من يتابع علي بن جميل الوهيبي رابع المراكز وتابع انطلاقة شواهين على المركز الرابع هنا بشعار سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى وناصر بن عبد الله بن ناصر المدهوشي من يتابعها على المركز الرابع المركز الخامس وتابع وصول شعار هجن الرئاسة في هذه اللحظات وانطلاقة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا الشاهينية في هذه اللحظات على مستوى خامس التحديات المركز الثاني وتابع وصول شوق على المركز السادس في هذه اللحظات معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد وهنالك محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يتابع شوق على المركز السادس المركز السابع وتابع الانطلاق في هذه اللحظات من هملولة شعار هجن الرئاسة الظافر من يتابعها على مستوى سابع المراكز المركز الثاني انطلاقة الشاهينية شعار سمو الشيخ حنان بن راشد آل مكتوم في هذه اللحظات ومن يتابعها أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي تاسع الأسماء أتابع القدوم أتابع الوصول في هذه اللحظات من الشاهينية شعار هجن الرئاسة أحمد بن مايد الخيالي وصل مقدما لنا الشاهينية عاشرا وختاما لهذا النداء وتابع وصول قيادة في هذه اللحظات شعار سمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم ومضمر الخمس نجوم يتواصل في هذه اللحظات أحمد بن علي بن عامر العويسي وصل في هذه اللحظات على عاشر الأسماء هذا هو النداء الأول أيها المتابعون لأعود برفقتكم وبرفقة كاميرات قنوات ياس إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط لأتابع الأمور على المقدمة إذا صدارة الشوط أتابع أول الأسماء راشد بن محمد بالسم المنصوري يقود شعار هجن الرئاسة على الصدارة هجن الرئاسة على المقدمة الحمر الخطر على المراكز الأمامية يقدم الأداء المسري للنظر في هذا اليوم بقيادة هؤلاء المضمرين الأكفاء على الصدارة المركز الثامن الثاني عفوا وصلت شواهين بشعار سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى والمدهش يتابع هذا الاداء ناصر بن عبد الله بن ناصر المدهوشي يتابع ثالث التحديات وصول الهماليل وصول شعار هجن الرئاسة وصول المضمر نجم هذا اليوم ونجم يوم الامس والنجم المتالق دائما علي بن جميل الوهيبي وصل ابو الجمايل
على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت شوق على المركز الرابع بشعار معالي الشيخ محمد بن بطية الحامد، محمد بن سعيد مبروك الحميري من يتابعها. إذا شوق على المركز الرابع، يا شوق ماني على فرقك، يا شوق ناوي المركز الخامس. أتابع الوصول، أتابع الانطلاق من هملولة، وصل شعار هجر الرياسة. الحمر يتواصل في هذا اليوم بقيادة الظاهر باحثا عن النقطة الثامنة على ما يبدو لي في هذا اليوم. نعم، مع هذا التألق الكبير والواضح والملموس لشعار هجر الرياسة بقيادة أبو الجمايل، أتابع شعار كبير أيضا ووصول شعار هجر الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ينطلق بوسعيد مقدما لنا أداء هذا اليوم، بينما أتابع التواصلات وصول في هذه اللحظات من قيادة بشعار سمو الشيخ زايد بن البر المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي من يتابع. أتابع كذلك القدوم وصول في هذه اللحظات الانطلاق كذلك من شعار هجر الرياسة علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا هملولة. أتابع الانطلاق وصول الشاهينية شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابع ختاما لهذا النداء. أتابع الاسم القادم ووصول شعار هجر الرياسة الشاهينية أحمد بن مايد الخيالي. أعود من جديد إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، انطلاقة المستحيل، المستحيل الذي لا يعرف المستحيل. انطلق مع الشاهينية على مقدمة الشوط، على صدارة الشوط راشد بن محمد بسم المنصوري. وصل المدهوشي مقدما لنا شواهين على المركز الثاني شعار سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى وناصر بن عبد الله بن ناصر المدهوشي. يا سلام، وصل هنا شعار هجر الرياسة بقيادة الظافر مقدما لنا هملولة. الخمسمية متر الأخيرة، المستحيل على المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلق أبو ذياب، انطلق أبو ذياب مع الشاهينية، الشاهينية بشعار هجر الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. سلام 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 لهجر الرياسة، سلام هذا الفوز وهذا الانتصار الكبير، سلام للشاهينية وسلام لمضمر الشاهينية. المستحيل من تابعها ومن رافقها راشد بن محمد بالسم المنصوري، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت هملولة بشعار هجر الرياسة علي بن جميل الوهيبي. المركز الثالث وصلت شواهين بشعار سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المؤلف مع ناصر بن عبد الله بن ناصر المدهوشي. ورابعا وصلت شوق بشعار معالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد محمد بن سعيد مبروك الحميري. وخامسا كان الوصول. إذن هنا لحظات وصول الشاهينية، 9:06 جزء واحد من الثانية، توقيت مميز يسجل في هذا الصباح مع المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الثاني، وتابع وصول شواهير على المركز الثاني في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ فيصل بن عبد الله، أو عفوا هنالك الوصول على المركز الثاني من هملولة بشعار هجر الرياسة بولجمايل من تابعها 9:07:02. المركز الثالث وصول شواهين على المركز الثالث بشعار سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى وناصر بن عبد الله بن ناصر المدوشي 9:08 جزءا وحيدا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.